السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على واش كنا نتكلموا من قبل، شنا كيفاش هذاك الطريطري وشنا بزاف ناس ملاح وقلبو ابيض ومنا شنا كانوا يكذبوا فينا. مي كنا نقولوا باللي زتشي يعرف اللعابه يدير لهم الكاشي برك، حتى شناكم انتوما بروحكم ناس تاع يوتيوب وشنا الناس في قنوات راهم يهضروا. شا كنا ننبهوا كنا نقولوا يا ودي زتشي ما يحوس، زتشي مي صاب البهائم، صاب واحد بهيمه، صاب بهيمه، صاب البهيم. بس يقول لي بروفيتي تاك تاك، دير لعب دولي، دير لعب دولي، دير لعب دولي، دير لعب دولي، دير اهل دولي، دير دوليين. لا نستعرب به انا في هذه، يعني نستعرب به خاطر عليه صاب البهائم. واحد يدافع عليه، واحد يقول لهم لا انا نعرف زاتشي ستا كراك وعنده تكوين وعنده منا. واحد يقول لك زاتشي قلبه بيض جابه يخدم، واحد يقول لك زاتشي ناس مليح ما خاصوش ويخدم بنزاهه. تستني البارح الناس قلعت زاتشي كاشي واللعابه، ولا النهار الاول انا ما تامنوش. الحمد لله يا ربي انا عارف كلامي وين يروح، راني عارف كلامي شي يضر، يعني عارف روحي انا كي نهضر نقول هاش شكاين شكاين، نعرف معلومه ونقولها ونعاودها من الداخل، نقولها ونعاودها من الداخل. راني مش راني نتكبر عليكم ولا حاجه، بصح روحوا شوفوا لي فيديو شكون نهضر. تا هدرها اسيو رفدوها الناس تاع يوتيوب وكما صو نو صوت نورمال. الحمد لله يا ربي انا شكون نقول لكم، قلت لكم الهضره اللي يهدر فيها غادي تعيو تسمعوها في القنوات. سمعتوها، سمعتوا اسيو قال لكم وين شنا كيفاش القنبله تاع حسين الحرامي، حسين اسيو وسط واقع الكوري الكرة الإجرامية اللي راهي إجرام. هذه الكرة كم كانت الجملة التي تلفظ بها اللعاب الدولي السابق ومساعد المدرب الخضر للشبان سابقا حسين آشيو، قوية ومزلزلة لمشاعر كل جزائريين. وكم كانت قنبلة حسين الذي وصفها صحفيون مصر ذات الذين وصفوه المصريون ذات يوم جونفي 2014 بالحرامي المدوية على بلاطوات القناة الهداف، وهو يعلنها صراحة. رئيس الفاف طلب منا كمدربين للشبان وضع اسم لعاب احتياطي في ناديه ضمن القائمة المدعوين للتربص في، فرفضنا وبعدما تمت تنحيتنا وفي معسكر الموالي تم وضع اسم هذا اللعاب في قائمة الدوليين المعنيين بالتربص، فكان واضح أن السبب إقالتنا هو رفض تطبيق أوامر. لا نحن نحبسوا نديروا نقطة. يا سي زاتشي، يا سي آسيو، كنت تدي 150 مليون، كي طردكم ما تقولش باللي حنا رفضنا. انت عمرك لا ترفضوا اوامر، انتوما عمركم لا كنتوا ترفضوا الاوامر تاع زاتشي. اللي رفض وطردكم كاع انا على بالي كان يدخل، انا نقولها لك آسيو ونقولها امام الشعب، كان يدخل عليكم في سيدي موسى يقول لكم انتوما ما تبقاوش قاعدين هنا، يا زغدو زغدو شويه زغدو، كان كيما يقول لكم، كان يقول لكم بلي غادي نطردكم. علاش ما تستقلوش؟ مي كان يقولها لكم بشهرين ولا كان يقول لكم غادي نطردكم. علاه ما تروحوش تعطوا الاستقاله تاعكم؟ علاه جا هو وقال لكم راكم برا، ترسل لكم الذراع الايمن تاعو قال لكم راكم برا سي بون اي ديغاج. والحمد لله يا ربي شنو كنت نقول لكم، خاطش الناس كان اللي قالوا لي ها راه السي ار بي عيطوا العمراني، واه عيطوا العمراني. بصح انا كنت نقول باللي السي ار بي غادي يجيب بوعلام الشارف، وانا ما غلطتش الحمد لله يا ربي. بوعلام الشارف راه مع السي ار بي، وقلت لكم حاني شاد غادي يجيبوه تاع لي غارديا. الحمد لله يا ربي ما غلطتش الحمد لله، ونتحدى اي واحد راهم كاينين لي فيديو. قلت باللي
انا خاطر راني نرد على الناس اللي كانوا يكذبوا فيا. مي كنت ندير لكم هذه لاكسيون، كنت ندير هاك، ندير لكم هاك. زاد شي يعرف اللعاب دولي بارادو، هذا ما يعرف، ما عنده حتى حاجه واحده اخرى. كما اسيو وين سنة كيفاش اسيو المعروف عليه بنز كما نقولوا حنايا الصراحه تاعو اللي عرفناها في الهدف، لم يمر عبر عده مسالك ليقولها، وما وبالفم مالين زاتشي وحاشيته يفرضون لاعبين على المنتخب بغرض تلميع سيرتهم الذاتيه لتسويقهم في احسن صوره. هذه هذه الهضره برحمه الوالدي لي اسيو، هنا هنا درناها وعاودناها وقلنا باللي بيطوا يبيعوا يسهل بيطوا يسهل البيع تاعهم، يا هنا في الجزائر يا خارج الجزائر في شمال افريقيا يا في اوروبا. رانا قلناها ونعاودوها، حنا قلناها ونعاودوها والحمد لله يا ربي. انا راني فرحان الهضره تاعنا كنا نهضروا فيها راهي خرجت وراهي بانت الحمد لله. علاه وين المعروف عليه بين وين شنا كيفاش صحيح ان اشو اخذ وقت، يا سي اشو اديت وقت طويل كي يخرج ما في قلبه بالتسيير الخفي للمنتخبات الوطنيه ومثله مثل المدرب الحراس حاني شاد الذي استقال بعدما قدمت له قائمه الحراس ثم استدعائهم دون علمه، فإن المقاطعة الصمت والتنديد بما يحدث في داخل العلبة السوداء للمنتخبات هو شجاعة في حد ذاته، لأن المنتخبات الوطنية ليست فريق خاص وليس نادي عائلة يسير رئيس وزبانيته كيف ما شاءوا، والمنتخبات الوطنية هي ملكية عمومية لكل الجزائريين وتخضع لنظام المصلحة العمومية وليس لمصلحة تجارية الخاصة. والحديث عن المنتخبات لرفع راية وطنية في محافل كروية لا يمكن الربط بمقاييس تسويق تجاري في الجزائر، لا ليس توبع وتشتري. شنا كيفاش حنايا هذه الهضره كنا نهضروا بها الحمد لله يا ربي، والله الحمد لله والله العظيم. قالت علاه دي فوا كانت تغيظني نشوف كيما كان لي كومونتير يكذبوا فيا ومنا ومنا، بصح الحمد لله راكم تشوفوا قلنا لكم لاعب دولي الحمد لله، والناس عيطوا لي من الخارج عيطوا لي هنا من الجزائر قالوا لي شامل واحد قال لي ودي اسمح لنا كنا غالطين فيك. الحمد لله يا ربي حنا كنا نعطو شتاكاين، خاطر كنا نقولو كي يديرو القائمة، الكراس كانوا يديرو القائمة، ماجر كانوا يديرو القائمة، ومن بعد غادي يخرجوا يهضروا على ماجر كي كان يدير. كي راني نقولكم على هذا الهضرة، خاطر ماجر كان يجيب لاعبين محسوب جاب لاعب من قسنطينة ولا من البلاد بس بصح مبليسي يجيبه التربص في القائمة، ومن بعد يقولهم سرحته صرته مبليسي، شاي يروح يجيب يجيب من البارادو في طوي سكتو الشعب. القائمة الأولى الشعب من يشوفها من بلعباس وهران جاير سعيدة بالسكرة من 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 البعد يبدا يقيس فيهم يقول له لا راك مبليسي روح، لا راك مبليسي روح، مين يجيب؟ يجيب غير من البارادو. ونهار اللي قلت لكم باللي الحمد لله، نهار اللي قلت لكم باللي جمال قطع القائمة وضرب على كرا حكيم الدين، شلنا الناس خرجت وحنا ما نأمنوش وطريطري وطيطيط وطيطيط، أيا خرج كذبنا فاني قلنا كنتوا تكذبوا في ذاك الوقت. خرجوا كذبونا، ما نجي ما ندور ما والو، انا قاعد في الموقف تاعي ما انا ما ندورش، انا الموقف تاعي ما ندورش فيه. ولعل خرجت النجم سوستارا اعادت الاذهان كثير من الاعلاميين المتخضرمين الذين عايشوا يوميات الخضر بكل فروعه منذ الاستقلال. تدخل كثير من الشخصيات النافذه في المنتخبات الكروية ومن وزراء وعسكريين وسياسيين وفعالين في اللجنة المركزية للحزب، قلت لك الحزب استغفر الله بنادم راه يهدر على الحزب ومنه
واش ان اللجنه هذه اللي قالبه المنظومه اللي قالبه الرياضه في الجزائر منظومه فاسده 100%. وين الصوره هذه؟ دون شك الصوره التي قدمها اسيو عما يحدث في المنتخبات الوطنيه هي صوره عكس ما وقع نقولوا حنايا موقع الكره المؤلم في الجزائر منذ منذ 3 سنوات. هذه 3 سنوات وين من 2017 فقد احكمت هذا الاوباش العصابه التي استحوذت على الاتحاديه وقبضت على الكره احسن ورؤساء النوادي لنشاهد يوميا وعلى المكشوف اجرام كروي دون حاسب ولا رقيب. فالمافيا اخطبوط مثل السرطان تتغذى من خلايا الجسم نفسه حيث حتى تلتهمه كامل. والحديث قياس. وتحية الجزائر. ورانا قلنا لكم والحمد لله الكلام اللي رانا نقولوا فيه راه يخرج في القنوات. ومن بعد انتم تعاودوا معاودة تاع الطعام. هادو تاع اليوتيوبر نصهم هم يعاودوا معاودة تاع الطعام. معاودة تاع الهضرة. تكرير تاع الهضرة. هذا مكان. انا الحمد لله. نجيبها من الداخل. قلت لكم. نجيبها من القهوة تاع الشيشة، نجيبها من الفيلا، وراكم قاعدين في الفيلا تاع الشراقة راكم تروحوا تجمعوا، ومن داخل سيدي موسى، ومن داخل الاتحادية، نجيب لكم أخباركم، تحية الجزائر.